جاهد نفسك وكن قويا. لأن أكثرنا سبب وقوع في الذنوب لسنوات طويلة أنه ضعيف، ما يجاهد. كلنا بنحارب ونعافر علشان نوصل. حتى مل أكثرهم، أكثر الناس مل وضجر، قعد يجاهد في نفسه انه يصلي الفجر يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع وزهق. يبقى الكسلان بس اللي مش هيكمل، لكن اللي عنده همة ونشاط هيوصل بسهولة. وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد، وصل لذروة المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وفي هذا يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ألا تؤمن بكلام الله عز وجل؟ ألا تصدق الله؟ إذا جاهدت وقاومت واستعنت بالله سيعينك. تعرف الحديث اللي بيقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار؟ معناها إيه؟ أنت حط رجلك على الطريق. ماذا يفعل هذا الذي يغرق؟ لقد وجد فرصة ذهبية، إن هناك يدا تمد إليه وهو يموت. بلا شك سيمد يده هو الآخر. طيب لو ما مدش إيديه هيموت. طب هل اللي عاوز ينقذه ده هينقذه كده هياخده من هدومه كده يقفشه يعني؟ لا، لازم يمد إيديه، لازم يمد يده. نفس المسألة، لازم تضع قدمك على بداية الطريق. لن يهديك الله عز وجل وأنت جالس هكذا ترتع في الدنيا، لا، وتمرح. واحد يقول لك ادعي لنا ربنا يهدينا. أسأل الله أن يهدينا أجمعين، لكن ماذا فعلت؟ ماذا فعلت ليهديك الله؟ قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ولا جوتني غفرت لك. قال: إنك ما دعوتني ولا جوتني، أنت بنفسك. قال الله عز وجل: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. نفس المعنى السابق، ضع قدمك على الطريق، جاهد نفسك والعون من الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف كمل الآية: وإن الله لمع المحسنين. قال لك هو في الأول بدأ بالمجاهدة والمقاومة وتعب، ثم رقى وأعانه الله حتى وصل إلى درجة الإحسان. كهذا الذي يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 10 سنين. مرة يصحى ومرة تروح عليه نوم، مرة يصلي ركعتين ومرة يصلي 4، مرة يصلي بجزء ومرة يصلي بصفحة، وظل 10 سنين يقاوم. قال: ثم استمتعت به 10 أخرى. يبقى ظل يقاوم ويجاهد حتى وصل. فإذا أردت أن تتخلص من ذنوبك لابد أن تقاوم، لابد أن تجاهد، وأن تحاول مرة ومرتين وألفا وألفين.